إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات برنامج الإسلام والحياة، هذا البرنامج الذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة ليجيبوا على أسئلة المشاهدين. وضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور العلامة حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء. فباسمكم جميعا وباسم طاقم البرنامج نرحب بفضيلة الشيخ. مرحبا شيخنا. أهلا وسهلا بكم. شيخنا كريم، الآن كنت تتحدث عن المذاهب الفقهية التي اندثرت أو انقرضت، وبلغنا في الحديث في الحلقة الماضية تحدثت عن داود الظاهري، ونصل الحديث الآن عن ابن حزم الظاهري، فنريد نعرف منكم مجمل ترجمته، شيوخه، تلاميذه، مؤلفاته. فتفضل شيخنا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ يعني الحلقة مع العلامة ابن حزم رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين، أتوجه إلى العلي القدير، إلى الله سبحانه وتعالى، أن يفك أسرى أخينا وزميلنا نادر العمراني. اللهم آمين. إنه سميع قريب، وإنه يعني على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بالنسبة لداود الظاهري تحدثنا عنه وقلنا إن مذهبه انتشر وبقي فترة لم تطل، وبعد ذلك خفت هذا المذهب وباهت يعني، لكن أحياه بعد ذلك العلامة ابن حزم في الأندلس. وابن حزم هذا الذي نتحدث عنه هو علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم، وكنيته أبو محمد. هذا لم يكن يعني لم يكن أفراد المذهب المذهب الظاهري، أمضى جزءا من عمره لم يتعلم فيه الفقه حتى ينسب إلى مذهب. ثم بعد ذلك أصحى ثم بعد ذلك بدأ يتعلم الفقه في قصة مشهورة كتبها بيده، وهو أنه كان له قريب توفي، فذهب مع الناس إلى المسجد قبل الجنازة، فجلس فحصبه بعض القوم، يعني رموه بالحصباء، وأشار إليه بعضهم بأن يقوم ليأتي بركعتين تحية للمسجد. وهذه تدل على أنه يعني ما كان عنده علم في بداية الأمر، لأنه كما هو معلوم يعني تربى وعاش حياة القصور، وفي الغالب هؤلاء القوم لا يعتنون بمسألة الشريعة ولا بالعلوم الشرعية. المهم
أنه قام ثم بعدك ذهبوا لصلاة الجنازة وواروا صاحبهم التراب، فثم رجعوا إلى المسجد فكبر ليصلي تحية المسجد بعد العصر. الكلام هذا فحصبه آخرون وأمروه بالجلوس لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة نوافل. وهو معروف أن القصة يعني فيها خلاف بين علماء المسلمين، لكن العلماء في ذلك الوقت كان جلهم على مذهب مالك، ومالك نافل بعد صلاة العصر وإنما يراها من يعتبرها من ذوات الأسباب، يعني هذه اللي يرى أن صلاة تحية المسجد من ذوات الأسباب يرى أنها تصلى كلما دخلت المسجد باستثناء وقتين عند بعض الناس وثلاثة أوقات عند بعضهم الآخر، أما الوقتان فهما الشروق والغروب، وأما الوقت الثالث فهو وجود الشمس في كبد السماء. والمسألة طويلة عريضة، المهم أنه جلس بعد أن حصب رمي بالحصبة جلس، فيعني صار له خجل كيف لا يعرف حتى هذه المبادئ التي يعرفها أكثر الناس، فيعني طلب من بعض الناس أن يدلوه على أفقه أهل المدينة، فدلوه على ابن دحون من علماء الأندلس المالكية فأخذ الفقه عنه. هذه أول بداية. نعم. ثم بعد ذلك وكان الرجل ذكيا فتبحر في علوم كثيرة وأمضى يعني لها كثيرا من الوقت، فصار من العلماء المشهورين، لكنه ترك مذهب مالك وأصبح ظاهريا. أولا هو هذا المذهب ارتضاه واتبع فيه مذهب داود بن علي الظاهري، لأن في وقت ابن حزم كان بعض الناس ما زالوا على هذا المذهب ولو أنهم قليلون لا يشكلون شيئا، فاعتنى ابن حزم بهذا المذهب وأظهره وصار له مذهبا. لا يفوتنا أن نذكر، وإحنا ذكرنا أن الرجل عاش في عيشة قصور لأن أباه كان وزيرا، والوزير لا شك أنه يعيش عيشة سلطانية تختلف عن معيشة بقية الناس. بعد ذلك يعني بعد أن ابتدأ التعليم سمع من كثير من الشيوخ ونوع ثقافته، فسمع من أبي عمر الطرمنكي ويونس بن مغيث القاضي وغيرهما من العلماء، وتفقه كما ذكرنا قبل قليل على ابن دحون وابن الجسور، وأخذ المنطقة عن محمد بن الحسن المدحجي، وأخذ المذهب الظاهري عن أبي الخيار مسعود بن سليمان، وهو بقية باقية من أتباع مذهب داود بن علي الظاهري، وأخذ القرآن والحديث عن عبد الرحمن بن أبي زيد ابن أبي يزيد عفوا الأزدي، وكما أخذ الحديث عن ابن الفرضي علامة الأندلس المشهور، وأخذ الشعر درس حتى الشعر عن أبي سعيد الجعفري، قرأ عليه معلق الطرف ابن العبد في المسجد الجامع بقرطبة. وهذه المسألة تدلنا على أمر، وهو أن الشعر كان يدرس وكان يسمع في المسجد، فهم لا يرون به بأسا لأنه أحد مكونات الثقافة، فالشعر يرجع إليه في
معرفة الغريب. نعم، ولذلك كان المسلمون كانوا معتنين بهذه الثقافة، أعني الشعرية. وعندما يعني وصل إلى حد كبير في مسألة العلم تصدى للتدريس، فصار له تلاميذ، منهم أبو عبد الله الحميدي وعلامة الأندلس المشهور أيضا، والوزير أبو محمد ابن العربي صحبه 7 أعوام، وأخذ عنه ما في جعبته من ثقافة. الحقيقة هو ابن العربي هذا يقول إنه سمع منه جميع مصنفاته إلا قليلا، البقية الباقية كلها سمعها منه مباشرة. هذا القليل الذي لم يسمعه هو جزء من كتاب الفصل المشهور الذي ألفه ابن حزم في الأهواء والنحل، قد تعرض فيه للأديان يعني خارج الإسلام، وتعرض فيه كذلك للمذاهب العقدية والفرق الكلامية. وكذلك من الكتب التي لم يكملها عليه كتاب الإيصال. وكتاب الإيصال يعني الآن سمعنا بأنه نشر، نعم، منذ مدة قريبة، وكنا نظن أنه من المفقودات. وكذلك قال لم أسمع عن ابن حزم بعض المؤلفات التي لم يؤلفها في بلده وإنما ألفها خارج بلدته، قال هذه ما سمعناهاش منها. نعم، كذلك من الذين سمعوا على ابن حزم من مشاهير العلماء أبو بكر الطرطوشي علامة المالكية، وهو من علماء الإسكندرية كما هو معروف، نعم، صاحب كتاب سراج الملوك وغيره. كما تفقه عنه وسمع منه أبناؤه، أبناء ابن حزم، أبو رافع وأبو أسامة وأبو سليمان، سمعوا منه الحديث والفقه وما إلى ذلك. أما إذا تحولنا إلى مصنفاته فهي كثيرة، ولحسن الحظ أن كثيرا منها وصلت إلينا، بعكس ما تحدثنا عنهم من أصحاب المذاهب التي اندثرت. لكن ابن حزم نعم بقيت أكثر مؤلفاته أو على الأقل جزء كبير مهم منها، فاستفدنا من ذلك. ابن حزم ألف كتبا كثيرة في علوم متنوعة، عدد له بعض من اعتنى بسيرته أكثر من 50 كتابا. فمن أشهر كتبه، وهذه مسألة أو هذا الكتاب يعرفه الناس كلهم، كل من له اعتناء بالعلم، وهو كتاب المحلى بالآثار، هذا ألفه وهو موسوعة الحقيقة، نعم، في الفقه المقارن، نعم، تستطيع أن تظفر منه بآراء الفقهاء المختلفة في المسألة الفقهية الواحدة، ثم بعد ذلك تستطيع أن تحصل منه على ما يراه ابن حزم نفسه. وعنده كذلك الإحكام في أصول الإحكام لأصول الأحكام، أو في أصول الإحكام، وهو في أصول الفقه، وهو كتاب ماتع به فوائد كثيرة، وقد حقق وطبع أكثر من مرة، منها يعني إحدى الطبعات في 8 أجزاء في مجلدين، وآخرها بتحقيق أبي حفص بن العربي، ونشرت في 5 مجلدات ضخمة. كذلك عنده كتاب آخر في أصول الفقه،
وهو كتاب اختصر فيه مسائل أصول الفقه اختصارا كبيرا، وهو كتاب النبذ في أصول الفقه الظاهري، ورسالة صغيرة حققت هي وطبعت، حققها الشيخ الكوثري رحمه الله تعالى، ونشرت منذ زمن بعيد. كذلك له كتاب الأصول والفروع، تكلم فيه على مسائل من علم الكلام، وقد طبع كذلك منذ مدة. وله كتاب أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من الأحاديث، عدد الأحاديث التي رواها أشهر الصحابة، ويعني كتاب صغير جميل ذو فائدة كبيرة. كذلك من تأليفه ما ذكرناه آنفا كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل، وقد حقق وطبع أكثر من مرة. من يعني أشهر طبعاته ما طبعته ونشرته دار الجيل ببيروت في خمس مجلدات. كذلك له رسائل كثيرة اعتني بها، يعني حققت الرسالة مفردة وحققت مجموعة، وقد قام بهذا العبء الدكتور إحسان عباس المحقق المشهور، طبعت في طبعة فاخرة في 4 مجلدات، وتحوي معظم أو كثير من الرسائل التي ألفها ابن حزم. هذه بالنسبة للرسائل، لكن لفت انتباهي في رسائل ابن حزم الرسالة في الإمامة، إمامة الصلاة الحقيقة، ليست الإمامة العظمى. فهذه الرسالة ذكر فيها أن رجلا سأله سأل ابن حزم على الرجل يأتم في صلاته بالرجل أياما كثيرة، يتخذه إماما يصلي وراءه لا يعرف مذهبه. هذه مسألة مهمة، يعني أهميتها تظهر في عهدنا هذا الذي كثر فيه الادعاء وكثر فيه سيطرة الجهل على العلم. أتسأله عن ذلك فأجابه مع يعني شدة ابن حزم وتمسكه بما يراه صوابا، قال فأجابه بأن البحث عن مثل هذا مما أحدثه الخوارج والمعتزلة، يعني هذا السؤال لا يجب أن يسأل. فهل يعتبر من يرددون مثل هذا السؤال من شبابنا الآن؟ حتى إن بعضهم إذا خطب أخت أحد الأشخاص يعني يبادرون بالسؤال، هل هذا الرجل يعبد الله؟ من المسائل الغريبة هذه، مرة يعبد ماذا؟ يعبد الشيطان ولا ماذا؟ هو مسلم ويعرفوه الناس ويصلي معهم ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهل يمكن أن يسأل عنه هذا السؤال هل يعبد الله؟ فلازم يفتش لعل في منزله صنما والله كذا. نعم، هذه أمور غريبة. نعم. طيب شيخنا، هذا بالنسبة لي. نعم. لا لو سمحت شيخنا، لأن وأنت حضراتكم تسترسل في قضية ما لدى ابن حزم وما نستفيد من هذه الترجمة، نريد فقط أن ننوه الإخوة المشاهدين وكذلك المستمعين بأرقام الهواتف، وهي أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا إخوتي الكرام التواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. لو تكرمت شيخنا الكريم تواصل، ونريد نعرف منك أيضا لماذا وصف ابن حزم بالظاهري. مسألة قبل أن أجيب عن سؤالكم،
عندنا الرسائل التي ذكرناها والتي طبعت طبعة فاخرة تحوي 22 رسالة يعني في مختلف العلوم، والتي ذكرنا منها رسالة الإمامة فيما سبق. أما عن الإجابة عن سؤالكم لماذا وصف بالظاهر، هذه المسألة نفسها تحدثنا عنها، لماذا وصف يعني داود بن علي شيخ المذهب ومؤسسه، لماذا وصف بالظاهر؟ وكان يقتصر على ظاهر النص كما يفهمه من ظاهره ولا يتعمق في ذلك، لا ينظر إلى قضية المقاصد ولا ينظر إلى قضية قياس شيء على شيء بالبحث عن علة إلى آخره، ولهذا أطلق عليه قضية المذهب الظاهري، أي يقتصر على ظاهر النص ظواهر النصوص ولا يتعمق في يعني ما معناها ومقاصدها وما إلى ذلك. نعم نعم، هذا بقي السؤال يعني مع هذه المؤلفات المهمة والعلوم المتنوعة، لماذا لم يكتب لهذا المذهب النجاح؟ أولا ابن حزم شيخنا يعني نفر منه شيخنا الناس. كريم نستأذنك فقط لنأخذ هذا الاتصال مع من؟ رياض، رياض من طرابلس، تفضل أخ رياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبتين، كيف حالك؟ أهلا وسهلا أخ رياض، تفضل بسؤالك. في والله نبي نسأل الشيخ على موضوع الدولار بالشيخ المصدق، شنو كيف وضعه في المعاملات، هل هو حلال حرام؟ طيب طيب، أو كان يبي التفصيل إنه نقول لك في السوق السوداء مثلا نقول يخدم اليوم بخمسة جنيه وخمسة جنيه وربع أو خمسة جنيه ونص، تمام؟ والشيخ المصدق يحسبوا فيه عليه ستة جنيه وعشرة، يعني زيادة على النقد. أي أعلى من النقد بالضبط. نعم طيب، عندك سؤال آخر؟ عندك هلا، هذا هو بس متأكد المعاملة صحيحة وفيها بإذن الله وكي. يجيبك الشيخ إن شاء الله. تمام، بارك الله فيك. تفضل، ما فيك، بارك. محمد من الخمس، محمد من الخمس، نعم. أيوة أخ محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ عبد الله، حيا الله الشيخ حمزة. وإياك، تفضل يا أخ محمد. الله خير على كل ما تقدموه. سؤالك أخي. ونسأله بالله الشيخ حمزة نبغى يفصل لنا في الموضوع قصة هذه الهجر وما هجر والشباب هجر الأخ، في حاجة اسمها بغض في الله في الإسلام ولا في الشريعة؟ طيب طيب، يجيبك الشيخ ان شاء الله. عندك سؤال اخر؟ بالله ونبغى نساله حتى للتفاصيل هذه، بالله معلش لو ماخذ يعني تفضل. كرة القدم هذه والتفريج عليها وكذا، كثرت عليها المطويات في المساجد وكبروا لنا القصه يعني كرة القدم حرام والتحكيم، وبتفصيل الشيخ حمزه بالله لو سمحت على كرة القدم. ماشي، مشاهدة كرة القدم والتفريج عليها وكذا والمرجع عليها ان شاء الله بعون الله. عبد الله من الخمس، الاخ عبد الله. ايخا الخمس ايضا، تفضل اخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا نسال الله العلي القدير ان يفك اثر شيخنا الحبيب نادر العمراني وكل من كانوا مخطوفين، ونسال الله ان ربي يرد الناس لاهله طيبين ويدمجهم للدين على الحق باذن الله تعالى. اخي كريم، عندي سؤال لو تسمح لي باذنك. انا طبعا طلعت بغازي لي فتره كبيره ولست خاصه، وصبت من جيراني ومن أصحابي ومن أقاربي بأني نينا داعش ونينا كذا، ومرت طبعا السنتين هذين مرسم ومرسم من كرب ومرسم ومرسم من ظلم، فبدي يتصلوا بي اللي يبي مصلحة شخصية في المدينة الفلانية واللي يبي كذا، فأنا رحبت بهم، ما فيش حد تعديت عليه بالهاتف وما فيش حد تعديت عليه بعد ما جاء في بيتي استقبلته، لكن انا من الداخل ما عنديش نيه اني يعني نتواصل معه بصدق، وما بيش نتصل الى اي حد سواء كان اقاربي من الدرجه الاولى اللي هم خالات عمات اقارب كذا، فهل يمسني اني يعني قاطع رحم ام لا؟ للعلم اني يعني لم نمسهم باي كلمه سوء في التليفون، وكنت مستقبل فيه بكل صدر رحم. نعم طيب، لكن انا ما نتصلش نهائي ولا عندي نيه نتصل، فهل لم اقاطع رحم او لا؟ وشكرا. طيب بارك الله فيك. طيب طيب، يجيبك الشيخ إن شاء الله. أمال من الأخت، ما أمال من بنغازي، نعم. السلام فضل عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا عندي زي
ونبي نطلعها ونبي نعطيها مثلا عندي اختي. شنو هدفك يا اختي كريمة؟ نعم يا شيخ. عيدي سؤالك. عندي زكاة أموال. نعم طيب. نبي نطلعها لكن شنو؟ أنا عندي أختي جوزها متوفي وأنت عارف الظروف تو يعني المصارف والسكه وهي محتاجة. طيب. هي عندها فلوس مثلا في المصرف. فهل نعطيها وهي طبعا شنو ما تبيش تاخذ زكاة يعني لما نقول مثلا أنا هذه زكاة أموال هي مش حتاخذها. يعني حنعطيها بدون علم ما فيهاش أي حاجة والله كيف الشيخ. طيب يجيبك الشيخ. نعم عبد الأخ عبد الحكيم من طرابلس. عبد الحكيم الشاوش. نعم أي. مرحبا أخ عبد الحكيم. نعم. أهلا وسهلا. تفضل سؤالك. أهلا وسهلا بك. نهارك مبارك شيخ عبد الله إن شاء الله. يا مرحبتي مرحبا بك. تفضل لو سمحت يا شيخ عبد الله نبيك تحيي لي شيوخنا وعلماءنا بارك الله فيهم. أنا يا رجل أمي لا أجيد مخاطبة العلماء. فأرجو منك أنك تخاطب لنا تحية تجلال. احنا زيك يا أخي عبد الحكيم تفضل. لكل مشايخنا بارك الله فيهم وجزيهم الله عنا كل خير. آمين يا رب. من أكبرهم لأصغرهم وأقصد بالصغر ليس صغر العمر وإنما ليس صغر المقام وإنما صغر العلم. كلهم لدينا علماء أجلاء. طيب سؤالك يا أخي عندك سؤال يا أخي عبد الحكيم. نعم سؤالي نبو نسأل الشيخ حمزة علي الأطفال في الصفوف الأمامية نلاحظ. طيب. في بعض المساجد أن الكبار والصغار يكون في صف واحد فما وضع الصلاة بالطريقة هي. وجزاكم الله عنا كل خير. حاضر يوصل إن شاء الله. لو نقف عن الأسئلة شوية حتى نأخذها. عبد الله باهي أخ عبد الله من درنة. أي أخي عبد الله. أخي عبد الله من درنة. طيب 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 في سؤال آخر من في اتصال آخر. أخ محمد من طرابلس. نعم يا أخ محمد تفضل. أيوة أخ محمد معي. أخ محمد من طرابلس. عبد الحكيم من طرابلس. نعم أخ صالح تعددت الأسماء وكلها من طرابلس. نعم تفضل أخ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي صالح. بارك الله فيك والله يعينكم. وإياك تفضل أخي. اسمعنا من المشايخ يعني وجوب اللحية. نعم كثير يقولوا واجب يعني هل واجب على الكذاب وعلى مثلا السارق وعلى اللي ما يصليش أو واجب على مثلا حافظ القرآن واللي يعني إمام في الدين وتقي وورع. أنت تحكي عن وجوب على كل مسلم حتى ما يصليش تلقاه عاق خالد كذاب واجب على اللحية. ماشي تمام تمام. شوف تمام. علي من مصراتة. الأخ علي من مصراتة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله محييك شيخ عبد الله أنت وشيخ حمزة إن شاء الله ربي يطول عمركم إن شاء الله. آمين بارك الله فيك. تفضل. سؤالي شيخ عبد الله هو على ما حكم الذي يهوي المهاجرين غير الشيخين أو يسكنهم أو يدافع عنهم أو يشغلهم ما مهم في الشرع. طيب نعم غير الشرعيين أو يسكن. طيب أخ علي مصراتة باقي معي ولا؟ طيب نرجع إذا. نعم طيب شيخنا معي شيخنا كريم شيخ نعم. حمزة نعم لو تتفضل ب يعني اتمام كلامك في قضية سبب ترك مذهب ابن حزم ونريد عندنا بعض الأسئلة حقيقة الأسئلة كثيرة نريد لعل نأخذ أكثرها في هذه الحلقة. جيد بقي لدينا أن نتكلم عن كتاب آخر مهم نعم. لابن حزم وهو المعروف أن ابن حزم من أصوله نفي القياس. نعم ابن حزم لا يأخذ إلا بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة أما الإجماعات بعد الصحابة فلا يعتبرها وإذن ينفي القياس وبقية الأدلة التي أخذ بها بعض الأئمة والعلماء
ولذلك هو ألف كتابا يحمل عنوان الكتاب هذا يحمل عنوان يعيب فيه في القياس، وهو أمامي الآن. والحقيقة أنا أحضرته بسبب آخر، وهو مسألة هو عنوان الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذهب أهل الرأي والقياس. أنا الحقيقة أحضرته بسبب آخر، والذي أريد أن أقول إن ابن حزم سبب نفرة الناس منه هو مسألة سلاطة لسانه، مسألة سلاطة لسانه، فكان سليط اللسان. نحن لا ننكر علمه، ولكنه كان سليط اللسان يعيب الناس، يعيب العلماء، يعيب الأئمة، لا يحترم رأي أحد. ويعني ليس عيبا أن يخالفهم في بعض المسائل في بعض الأحكام، لكن العيب كل العيب هي مسألة أن يعيبهم. في كتابه الإعراب عن الحيرة أو الالتباس، انظروا كيف يعيب الحنفية مثلا، يصف احتجاج الحنفية لقول ما أو رأي بأنه تلاعب سمج أو تلاعب بالدين أو تمويه بارد، ويشتد في النكير أكثر عندما يقول فهل سمع بأسخف من هذا الاحتجاج، أو يقول هل سمع بأقبح من هذه المجاهرة، أو يقول يعني متعجبا يعني تبارك الله تبارك الله تبارك الله. طبعا هو هذا تعجب فيه نقد كبير، كأن المسألة لا تستساغ ولا يمكن أن يقولها أحد. هذا يعني عبارة عن شيء قليل مما قاله في أصول الأحكام، أو قاله في المحلى، أو قاله في هذا الكتاب الذي حقق مرتين. مرة حقق مختصرا، حققه الأستاذ سعيد الأفغاني، والثانية حقق أخيرا في 3 مجلدات، وهذا هو الموجود منه، وأما بقيته فضاع للأسف الشديد. إذن كان لا يحترم العلماء، فسبب لذلك سبب له نفرة من قبل العلماء. على كل حال يعني المالكية صار بينه وبينهم صراع، بطبيعة الحال كان هو المتفوق في بداية الأمر، لأنه يتكلم بالظاهر، ولم يكن في الأندلس في وقته من يغوص على المقاصد وغيرها، إلى أن رجع الباجي أبو الوليد الباجي، رجع من رحلته المشرقية. نعم. فصارت بينهما مناظرات مشهورة معروفة. نعم. لعل نقف عند هذه النقطة ونكمل الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله، وإذا أسعفنا الوقت نعود إليها، لكن لأن عندها حقيقة كثير من الأسئلة، لعل فضيلتكم تجيب عن أغلبها. يعني هناك من يسأل في الحلقة الماضية عن طلاق السفيه، هل يعتد بها أم لا؟ طلاق السفيه، والحقيقة السفيه له معنيان. معنى عند الناس ليس من اصطلاحات الفقهية، ومعنى يعني من المصطلحات المعروفة في الفقه الإسلامي، ولعل السائل يقصد المصطلح عند الناس. الناس عندهم السفيه هذا الذي نقص عقله، تصرفاته في كل شيء غريبة عجيبة لا تناسب سنه، وهذا النوع هذا الذي فيه نقص في العقل لا شك أنه إلى حد ما يشبه الذي لا عقل له، وهذا لا يقع طلاقه. أما السفيه في اصطلاح الفقهاء هو الذي لا يحسن التصرف في المال على الخصوص، أمور الثانية كلها يعني مستوية، لكن إذا تدخل وتصرف في المال فإنه يرى منه العجب العجاب، فهذا النوع يقع طلاقه.
لأن لا صلة له بقضية عقله أو تفكيره في بقية الأشياء. فلا أعرف السؤال هل هو عن المعنى الأول الذي به نقص العقل هذا لا يقع طلاقه، وهو عن النوع الثاني الذي هو قاصر في التصرف في ماله، وهذا الذي يذكره الفقهاء ويقولون بأنه يجب أن يرفع أمره إلى القاضي فيحجر عليه ويجعل له يعني يجعل له وصي وتسلم أمواله إلى هذا الوصي فيعني يصرف عليه وينفق عليه إلى آخره ويحاسبه الحاكم أو القاضي، فإذا أنس منه رشدا يوما ما تسلم إليه أمواله، والله أعلم. طيب لو كان المقصود بالسفيه هو يعني عديم الأخلاق والذي لا يأبه بالأحكام الشرعية وما إلى ذلك، لا هذا يقع طلاقه. نعم طيب. الذي لا يباه للأحكام الشرعية فهذا نعم لا شك أن طلاقه يقع. نعم طيب الأخ رياض أيضا طرابلس يسأل عن قضية شراء الدولار بالشيكل المصدق مع زيادة القيمة عن النقد، هذا لا يصلح أن تشتري عملة أجنبية دولارا ويعني بشيك مصدق تعطيه للبائع، هو حقيقة هذه يعني نقود بنقود يسموهاش بيع إلا تجاوزا بل يسمى صرفا، فنعم هذا لا يصلح أبدا بزيادة، بل أقول حتى بدون زيادة، لأن الإشكال الآن أن الدولار الذي ستقبضه من صاحبك أو الأورو أو غيره يعني هذا نقد حال الآن تستلمه، والشيك الذي أو السك الذي تسلمه إليه سيوضع في حسابه، والأصل أن الشيك هذا المجامع الفقهية أفتت بأنه يعتبر نوع من القبض، قبض حكمي، فيعتبر كأنه يد بيد، لكن الآن في ليبيا الوضع تغير تماما، لأن الشيك الأصل فيه تستطيع أن تستلم نقوده أو الذي يمثله من النقود تستلمه متى تريد فورا، لكن الآن الشيك يعني أنك ستقبض بعد حين الله أعلم كم، بعد أيام بعد شهور بعد حتى سنوات، ولذلك هذا ممنوع من ناحيتين، أولا هذه الزيادة وثانيا قضية الأجل، فكأن القضية التبادلية أو الصرفية يعني قبض فيها مال من جهة وأخر فيها المال الثاني من جهة أخرى. طيب الأخ محمد من الخمس يسأل عن ما هو الضابط في هجر المسلم وما ما المقصود بالبغض في الله. حكاية الهجر هذه يعني إلا إذا كان في أسباب معينة كبيرة جدا لهجره، في الغالب هذه متى تكون؟ تكون عندما يعني أخلاق الإنسان وكل تصرفاته وعقيدته وما إلى ذلك كلها خارجة عن ما يعتقده المسلمون وعن أخلاق المسلمين، لكن حتى في الحالة هذه لا يهجر إلا بعد محاولة معه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة إقامة الأخ المعوج مسألة ضرورية وواجبة، مش مجرد ما يسمع كلمة الله أعلم بحقيقتها يقول هذا خرج عن المعتاد والآن واجب هجرة، هذه راهي دعوة لتفرقة المسلمين، المسلمون لا يهجر بعضهم بعضا إلا عند الضرورة القصوى، بحيث حتى مهما بذلت من جهد لتقويم أخيك أو إعوجاج أخيك لا ينفع معه ذلك، تأتي هذه المسألة خوفا على نفسك من أن يؤثر فيك وتتبع هذا المنهاج، أما في غير ذلك فلا يهجر، لا يهجر أخوك المسلم طالما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم فلا يهجر. نعم أما قضية البغض في الله، نعم هذه قضية مصطلح معروف
حكاية شو معناها البغض في الله ويقابلها الحب في الله؟ أن تحب الشخص لأنه يأتمر بأوامر الله ويطيعه، حتى لو كان عنده معاصي فأنت تحب جنسه. نعتذر من الإخوة المشاهدين وكذلك الأخوة المستمعين عن هذا الخلل الفني في انقطاع التواصل مع الشيخ، لعل لا يطول عنا ذلك. أنا أسمعك. نعم تفضل شيخنا، تفضل تفضل. إذا نواصل شيخنا. نعم أبا. بالنسبة للحب في الله ذكرناه. نعم. يعني الحب في الله أحيانا تحب الشخص تحبه كلها. يعني الحب في الله أحيانا تحبه الشخص تحبه في كلها، لكن المعنية خطأ. وإذا كان عند بعض الأخطاء تحب فيه طاعته لله، أي الأجزاء التي استقام فيها، وتبغض فيه المعاصي التي ارتكبها. فهذا الحب في الله والبغض في الله، لا لهوان في نفسك، لأن ما عجبكش شكله، وإلا ما مسلفكش فلوس، وإلا رأيت أن كذا، هذا ليس حبا في الله ولا بغضا في الله، وإنما البغض والحب في الله أن يكون منبثقا من طاعة هذا الرجل ومن معصيته، فتحب فيه الطاعة وتكره فيه وتبغض المعصية. نعم. نعم. طيب يسأل أيضا عن حكم مشاهدة مباراة كرة القدم. بالنسبة للعب بصورة عامة، يعني هذه هي مباحة إذا كانت لم تعطل شيئا، لم تعطل عبادة ولم تعطل شغلك وما تجنيه من 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 عملك حتى تنفق على نفسك وعلى عيالك إلى آخره، فهي من المباح. فإذا ضيعت عليك شيئا من العبادات الصلوات أو غيرها فتصبح محرمة، وأما إذا لم تضيع شيئا فهي مباحة، وربما بعض العلماء وصفها بالكراهة، لأن الأصل في المسلم أن يمضي وقته كله في الفائدة، إما فائدة دنيوية، وأعتقد أن فيها فائدة دنيوية، والثانية يعني فائدة دينية، فإما عمل ينفعك في الدنيا وإما عمل ينفعك في الآخرة. فهذه المسألة يعني تتدرج بين أو تتردد بين الإباحة والكراهة، قلنا ما لم تضيع شيئا مهما. نعم. طيب الأخ عبد الله من الخمس وهو من النازحين كما فهمنا من السؤال، يقول أنه هو هناك من أقاربه من آذاه ووصفه واتهمه بأنه داعشي كما يقول، وبعد ذلك يحاول بعضهم التواصل معه وهو لا يرغب في ذلك، لا يريد أن يتواصل معهم، وبعضهم من أقاربه، هل هذا من يعد في قطع الرحم؟ هي المسألة هذه لا يعرفها على حقيقتها إلا هو. فإيش هو نوع الأذى الذي حصل من أقاربه له، باستثناء كلمة واحدة ذكرها وهي قضية اتهامه بأنه داعشي. هذه لا قيمة لها رأي. هذه أي واحد الآن لا يحبك ويتمنى لك الشر، ماذا سيخسر على هذه الكلمة؟ فكأنها ختم هي في يده يلصقه بمن شاء. هذه المسألة لا يعول عليها. قضية هذه أي واحد ما تحبهاش تقول له داعشي، وإلا كذا والله كذا تصفه بأي صفة، هذه لا يعول عليها. وأما قضية عدم مواصلة أقاربه الآخرين فلا نعرف السبب، ما لم يوضح في سؤاله السبب الذي جعله يعزف عن هذه المواصلة، فالسبب هو الذي يبين الحكم. طيب الأخت أمال من بنغازي تقول عندها زكاة مال تريد أن تعطيها لأختها، أختها فقيرة، ولكن لا تريد أن تخبرها بأن هذا مال زكاة، لأنها في هذه الحالة ممكن تتحرج من أخذه. هو شيخ عبد الله اللي فهمت من السؤال إن كنت سمعته جيدا، هي مسألة أن أختها لها نقود في المصرف،
لكن على كل حال سنجيبها بالاحتمالات كلها. نعم. إذا كانت الأخت غنية حنا أن شرط قضية الفقر في الزكاة. نعم. والأصل فيها أن المرأة لا تعطى من الزكاة إلا في حالة الحالة التي ذكرتها الأخت السائلة وهي أنها أرملة. نعم. أما إذا كان الزوج موجود فحتى ولو كانت الأخت فقيرة الذي ينظر إليه هو الزوج. فتعطى الزكاة للزوج، هذه فائدة أخرى خارج السؤال. لكن لما كانت أختها يعني فقيرة يجوز أن تعطى الزكاة، نعم في الحالة هذه لأنها ما عندها شيء داخل ثاني. أما إذا عندها نقود في المصرف يعتمد، هل تستطيع إخراج هذه النقود حتى تنفق على نفسها وعلى أولادها أو لا تستطيع ذلك؟ الذي لا يستطيع في الحالة الراهنة يعتبر كأنه فقير. نعم. ما لم يجد مسلفا. نعم. يعني ينتظره إلى أن تخرج نقوده. نعم. وإلا فإن لم يجد مسلفا. نعم. فيعطى من المال، لأن النظر دائما لقضية الفقر والغنى في الحالة الراهنة. نعم. وليس نعم. بما يتوقع أن يصل إليه من المال. نعم. نعم. ومسألة المسألة الثانية وهي المهمة عندها يبدو لي، في أنها لا تريد أن تحرجها بأن هذا المال مال زكاة. نعم، لا يشترط في دفع مال الزكاة أن يبين الدافع للمعطى، لا يبين له أن هذه الزكاة، يعطيه ولا يتكلم بشيء. نشكرك شيخنا كريم. نشكرك شيخنا كريم الدكتور حمزة أبو فارس على ما تفضلت به في هذه الحلقة. بارك الله فيك وأطال الله في عمرك ونفعنا الله بعلمك، ونشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت الحيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.